دائما اهلا ومرحبا بكم في مانشيتات سودانيه. فاصل قصير من ثم بعده ننتقل الى فقره الصحافه المحليه. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونستهل هذه الجولة بأهم عناوين صحف الخرطوم والصادرة صباح اليوم، والتي تناول معظمها احتشاد حاضرة ولاية شمال دارفور اليوم بالقادة والرؤساء للاحتفال بانتهاء أجل السلطة الانتقالية وتنفيذ وثيقة الدوحة. عدد من الصحف تناولت بدء محاكمة المدير السابق للتلفزيون القومي محمد حاتم سليمان ورفض المحكمة طلبا بحظر النشر في القضية. وانفردت صحيفة الجريدة بخبر جاء بعنوان مكافحة المخدرات، نظاميون متورطون في التهريب والإتجار بالبشر. ومما شتت صحيفة الانتباه الرئيسية نقرأ حملات قسرية لتجليد السودانيين في ليبيا. صحيفة الرأي العام تناولت تصريحات المؤتمر الوطني حول تعديلات في الدولة في مانشيت رئيس. الوطني لا اتجاه لإجراء تعديلات في الحكومة أو الحزب. وعنوان طريف أبرزته صحيفة الوطن في المانشيت الرئيس يقول وزير المالية: السودان ظريف ولكن عايز مصاريف. ومن التيار نقرأ: إلى يكشف أسباب الخلاف مع تشريع الجزيرة. وعنوان محزن من صحيفة الصيحة نقرأ فيه: زيادة أسعار الطيران في الداخل للمرة الثانية خلال شهر. ومن صحيفة الصحافة نقرأ: المرغني يستدعي أعضاء الهيئة القيادية للاتحادي. وننتقل إلى صحيفة آخر لحظة، حيث جاء في مانشيت صفحتها الأولى: الشرطة تتدخل في نزاع بين رجال أعمال. ومن صحيفة أخبار اليوم نقرأ: الكشف عن تدفق كبير أو تدفق كميات كبيرة من الخراف للأسواق لضيق الوقت للتسفير من الصادر للخليج. إذا كانت هذه هي أهم العناوين والمانشيتات الرئيسية في صحف اليوم، وبعدها ننتقل بكم مباشرة إلى العناوين الداخلية. ومن صفحات الانتباه الداخلية نقرأ: إيلا بالجزيرة، العودة على جناح غيمة، هل يطفي الحريق أم تنطلق شرارة أخرى؟ تقرير أعده هاشم عبد الفتاح. وفي الصفحة السادسة من صحيفة آخر لحظة نقرأ: أسواق البيع المخفض يضمن جودة السلع، تحقيق أجراه الصحفي عماد حسن. ننتقل إلى الصفحة الرابعة من صحيفة السوداني، التي حاورت الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق دكتور عبد الرحيم حمدي، حيث يقول فيه: حكم بلا قروش لن يستمر طويلا. إلى صحيفة اليوم التالي، حيث حاورت زعيم حزب الأمة وإمام الأنصار الصادق المهدي حول عودته ولقائه بزعيم الاتحاديين: لم ألتقي المرغني في القاهرة، لم أعلم بزيارته لها، ولم يحدث بيننا أي اتصال حتى الآن. وننتقل مباشرة إلى صحيفة التيار، وفي الصفحة العاشرة ننقل لكم عنوان أخبار الحوادث: نشر 15,000 شرطي لتأمين العاصمة، تفاصيل مثيرة في قضية الجواز الإسباني المزور، ومباحث المستهلك تضبط كمية من الكريمات بسوق 6. ومن الرأي العام نقرأ عناوين الرياضة المحلية: فوز كاسح للنمور على الفرسان والكوماندوز يجندلون الأسود. الهلال يثأر من الشنداوية برباعية ويتمسك بالصدارة وتألق الثعلب. المريخ وهلال التبلدي في صراع الجبابرة بأم درمان الليلة. كانت هذه أهم العناوين الداخلية في الصحف الصادرة صباح اليوم، وننتقل بعدها مباشرة إلى أعمدة الرأي. ومن أقوال الصحف إلى أعمدة الرأي نفتتح هذه الجولة من صحيفة الرأي العام، حيث نطالع مقال طارق شريف والذي بعنوان على مسؤوليتي التمويل العقاري المفترى، وفيه يكتب: تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي في الأيام الماضية وصل إلى 14 جنيها أمس، وذلك نتيجة لتحويلات المقتربين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. وقد أسهمت هذه التحويلات لارتفاع العرض مقابل الطلب فانخفض سعر الدولار. هذه معادلة بسيطة لا تعترف بتنظيرات بعض الخبراء والتي تزيد الطين بلة، ولا تسهم في انخفاض سعر الدولار الذي وصل إلى أرقام فلكية جعلت الاقتصاد السوداني مأزوماً.
كانت هذه مقدمة مقال طارق شريف الذي يرى أن إيقاف التمويل العقاري أسهم بشكل فعال في تغيير اتجاه تحويلات المغتربين إلى السوق الموازي. وختم طارق المقال بقوله: قرار إيقاف التمويل العقاري لم يحالفه التوفيق ولم يسهم في إيقاف ارتفاع سعر الدولار. واتضح أن القرار يحتاج إلى إيقافه في العام الجديد، واعتقد أن إيقاف ارتفاع سعر الدولار يبدأ من إيقاف القرارات الارتجالية مثل قرار إيقاف التمويل العقاري وإيقاف تمويل السيارات وغيرها من القرارات التي جعلت حال الاقتصاد السوداني يفوق سخونة جو الخرطوم الساخن. إلى الكاتب الصحفي عبد الباقي الظافر، والذي تناول في مقاله تراسيم بصحيفة آخر لحظة بعنوان حرب الخفافيش: الصراع بولاية الجزيرة بين الوالي محمد طاهر إيلا والمجلس التشريعي، وأن الصراع بين المجالس التشريعية والولاة في البحر الأحمر والجزيرة استثناء عن حالة الصمت الجماعي للمجالس التشريعية التي تنتظر مكرمة الولاة في الدعم الاجتماعي الشهري، وأن الفم حينما يمتلئ لا يسمع الصوت. وفي خاتمة المقال كتب الظافر: بصراحة من الأفضل استخدام كل الأسلحة في اللعبة الديمقراطية، حل برلمان الجزيرة ربما يكون حلا. الاحتكام للجمعية العمومية مهم في حالة الوالي الذي يرى أن نوابه مجرد خفافيش. ومن أخيرة الجريدة نقرأ للكاتب الصحفي الساخر جبرة في زاويتي ساخر سبيل تحت عنوان: ألو حضحي. بدأ زاويته بالطريقة الساخرة وكتب: كلنا يعلم أن مسألة شراء خروف أبو كم وكمين أصبحت من الاستحالة للمواطن العادي، وحدد طريقة للفحص واختبار الخروف. وختم قبل كسراته الثابتة عن ملف خط هيثرو بالقول: عزيزي المواطن، قم باختيار خروفك بعناية لأن قروشه ما جاد بالساهل. الآن إلى صحيفة السوداني، حيث تناول الكاتب الدكتور عبد اللطيف البوني في زاويته حاطب ليل بعنوان: في وداع الفيضان، عن انحسار النيل وزوال خطر الفيضان ورفع حالة الطوارئ وتنفس الذين كانوا مهددين بخطر الفيضان الصعداء. وتوقع البوني أن يكون هذا العام هو الأخير للفيضان، لأن العام القادم سيشهد فتح بحيرة سد النهضة التي تستوعب 74 مليار متر مكعب. وقال: ستسأل الأجيال القادمة ما مناسبة عجبوني أولاد الفرسان الملص البدل والقمصان. وختم زاويته بعبارة: تصبحون على فيضان. إذن كانت هذه هي أهم العناوين في أعمدة الرأي بصحف الخرطوم والصادرة صباح اليوم. مباشرة إلى الفقرة جديد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا للفقرة التحليلية، وأرحب بالأستاذ الصحفي إبراهيم الصديق رئيس تحرير صحيفة الصحافة. مرحبا بك أستاذ. أهلا بك. الله مرحبا. خلينا ننتقل مباشرة إلى أهم الأخبار التي من المفترض أن نحللها اليوم والتي جاءت في صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم. أهلا بك. مباشرة نبدأ جولتنا التحليلية بالعناوين الرئيسية في صحيفة الصحافة. احتفالاً بإنفاذ اتفاقية الدوحة اكتمال الاستعدادات لاستقبال تميم ودبي وفاوستن. وفي تفاصيل هذا الخبر: أكمل الشمال دارفور استعداداتها حكومة وشعبا لاستقبال الرئيس الجمهورية المشير عمر البشير وضيوفه الكرام أمير دولة قطر والرئيس التشادي إدريس دبي ورئيس أفريقيا الوسطى فاوستن نواديرا، وذلك للاحتفال بإكمال تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام.
أستاذ إبراهيم، زيارة مهمة ويمكن أن يكون لها ما بعدها في خصوصا على السودان، توقعاتك لهذه الزيارة؟ في الزيارة الآن الحديث عن أنه هذه نهاية لفترة السلطة الانتقالية باعتبار نهاية تنفيذ اتفاقية الدوحة، لكن في رأيي الشخصي أنه هي بداية لمرحلة جديدة في السودان، لأنه تعبير عن أنه الحرب انتهت أو كادت أن تنتهي وبدت مرحلة جديدة هي مرحلة السلام. مرحلة السلام هي مرحلة بيعبر منها المواطن من حالة الاحتراب إلى حالة الاستقرار والطمأنينة، ودي بتتطلب من السودان حكومة وشعبا مواطنين أنه يكون في خطة جديدة ومنهج جديد للتعاطف مع الواقع الجديد في دارفور. طيب احتفال الحكومة أو حدود تحديدا في دارفور ووجود ثلاثة رؤساء، أعتقد أنه في رسالة عايزة توصلها حكومة السودان في اختيار الفاشر واختيار رؤساء الثلاثة في أكثر من قضية نحن افترضنا نناقشها. أول حاجة اختيار الفاشر، الفاشل سنة 2003 كانت تستقبل كثير من زعماء العالم، استقبلت الفاشل كوفا عنان أمين عام للأمم المتحدة، استقبلت توني برير رئيس البريطاني، استقبلت خافير كان وزير الخارجية، كان وزير العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، استقبلت كثيرين، كانت مرحلة حق. الآن دارفور تستقبل أربع رؤساء، ثلاثة رؤساء أجانب، لأن هي مرحلة بتاع السلام. أولاً الفاشل بتعبر عن كل دارفور، وليس بالضرورة هي بتعبر عن الفاشر كمدينة، لكن بتعبر عن دارفور كلها كمرحلة من المراحل. مش كده ذكرتك كدارفور أيوة ككل. نعم كانت تعبر عن كل دارفور، كانت تعبر عن كل السودان، لأن هي الآن عاصمة الصغر كل السودان. الرؤساء الثلاثة عشان تعبر لنا عن إنه الحرب بتعني شنو، لأنه الحرب كانت تأثر على أفريقيا الوسطى، وكانت تأثر على الشام، كانت تأثر على ليبيا، كانت تأثر على السودان، لأنه عدم الاستقرار في أي منطقة من المناطق بيأثر على كل المحيط الإقليمي، ليس بالضرورة الدولة وحدها. الآن في صحف إنه بعض السودانيين بيتعرضوا للتجنيد القسري في ليبيا، لماذا؟ لأنه هذه بعض المجموعات أصبحت تقاتل جنبا إلى جنب مع قوات حفتر في ليبيا، وهي ذات القوات كانت التي تقاتل انتشر السلاح أكثر، لأنه عدم الاستقرار انتشر السلاح أكثر. الآن الحديث عن الهجرة غير الشرعية، حركة المخدرات، حركة كلها نتيجة لعدم الاستقرار في أي دول من الدول أو دولة. طيب سيد إبراهيم، خلينا نتكلم عن اليوناميد تحديدا ومطالب الحكومة بخروج اليوناميد من دارفور. هناك أيضا معطيات اللي هي تقارير البعثة المشتركة للأمم المتحدة، تراجع أعمال العنف، أن الوالي الولاية عبد الواحد يوسف أعلن في مؤتمر صحفي عن وجود الرؤساء ضيوف، وهذا يؤكد أن دارفور آمنة. هل ممكن للمعطيات دي أن تسهم في مطالب الحكومة بخروج اليوناميد؟ شوف، اليوناميد أصلا ما كانت هي عملية أمنية ترتبط بالقضية الأمنية، اليوناميد قضية سياسية وستبقى قضية سياسية، لأن اليوناميد أصلا لا تحمي نفسها، هي كأنها قوات مراقبة تراقب الواقع السياسي في السودان، لكن هي ليست قوات، بالتالي هي تعالج ضمن القضية السياسية الكلية في دارفور. إذا تحقق الاستقرار في دارفور، إذا تحققت حوارات سياسية مع الأمم المتحدة، مع مجلس الأمن، مع الدول الرئيسية في مجلس الأمن، يمكن أن تخرج اليوناميد. أنا من رأيي أن اليوناميد مفترض في السودان أنها تكون قضية إفريقية. مفترض السودان يحشي دعم أفريقي بحيث أن الدول الأفريقية تنسحب كلها من اليوناميد، وبالتالي اليوناميد ينهار فعلياً. طيب يمكن الموضوع عايز حديث اكثر، عشان كده خلينا استاذ ابراهيم ننتقل ايضا الى الدوحه مع الدكتور عبد المطلب صديق، مدير تحرير صحيفه الشرق القطريه. دكتور مرحبا بك عبر سودانية 24 وعبر منشطات سودانيه، ما هو تعليقك على زياره امير قطر شخصيا الى دارفور وتحديدا الى مدينه الفاشر؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اشكركم على هذه الحقيقه زياره سمو امير قطر الى دارفور زياره مفصليه وتاريخيه، ولها معاني سياسية واستراتيجية واقتصادية، وهي ليست مجرد زيارة مسؤول، ولا حتى الحدث نفسه حدث كبير. فدارفور كان لها مكان في ملفات الدبلوماسية القطرية التي تعج بالكثير من الملفات الساخنة تشارك فيها قطر. الحراك القطري في الخارج الآن حراك قوي وملموس، وقطر هي الآن عاصمة للدبلوماسية العربية بشكل كبير. قطر لها دعم يختلف عن ما يحدث في المحيط غير العربي غير المستقر،
قطر في سوريا تقدم العون للشعب السوري في هذه المجازر، لكن وجودها في دارفور وجود آخر، وجود قريب، وجود يدعم مستقبل دارفور. قطر في دارفور ترفع لواء التعمير وإعادة البناء والاستقرار في المنطقة. طيب فرأيك أستاذ يعني زيارة الفاشر من قبل رؤساء ثلاث دول، أمير دورة قطر وأيضا الرئيس التشادي ورئيس إفريقيا الوسطى، هل ممكن أن تشكل أصداء أو تلبي المطالب اللي بتقدمها الحكومة السودانية؟ بالطبع هي هذا الحضور الكبير هذا على مستوى الرؤساء هو أولا دلالة على نجاح مشروع السلام في دارفور، يعني هذا هو المؤشر الأول. المؤشر الثاني إنه هو التزام، قطر ملتزمة بإعمار دارفور بمبالغ كبرى وبمشروعات كبرى وبوجود حقيقي على الأرض. حضور أمير قطر هو التزام، وحضور الرئيس التشادي أيضا له أثر في الميدان، لأنه الواقع العسكري والسياسي بين تشاد ودارفور واقع ملموس وهو مؤثر، فدعم تشاد في هذا الأمر أيضا ضروري، ووجود الرئيس التشادي هو دلالة أخرى على جدية الحراك في هذا الملف. أنا حقيقة كنت مشفق على مرحلة انتهاء المرحلة الانتقالية كمراقب من بعيد، لكن بهذا الزخم وبهذا الحضور أحسست بأن شيئا ما ربما سيحدث، لأنه عودة دارفور إلى بقية إلى حراكها القديم إلى نشاطها القديم، دارفور منطقة إنتاج، دارفور منطقة استهلاك، دارفور منتجة لأكبر كم من الثروة الحيوانية من الحبوب الزيتية، حتى هي قوة بشرية، عندما تتحول كل هذه القوة من قوة مشلولة بسبب الحرب إلى قوة منتجة حقيقية، أتوقع أن يكون هناك أمر مختلف في دارفور. لكن رسالة المهمة هي أنه دارفور الآن أمام استثمار فرصة حقيقية للمستقبل. هذا الكلام طبعا للحكومة وللمعارضة أكيد دكتور، يمكن أهم رسالة موجهة الآن أن دارفور آمنة من خلال تجارة هؤلاء الرؤساء الثلاث. دكتور عبد المطلب صديق، مدير تحرير صحيفة الشرق القطرية من الدوحة، شكرا جزيلا لك. أستاذ إبراهيم، دعنا ننتقل مباشرة إلى موضوع جديد ومن صحيفة السوداني نقرأ. غندور يتلقى رسالة من نظيره البريطاني لاستئناف الحوار بين البلدين، وفي تفاصيل هذا الخبر أبلغت وزارة الخارجية البريطانية الحكومة رسميا باستئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين في يناير القادم. وتسلم وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور أمس رسالة من نظيره البريطاني بوريس جونسون أعلن فيها ترحيب بلاده بالحوار الاستراتيجي بين الخرطوم ولندن. أستاذ إبراهيم، أكيد في لقاء زي ده حيكون هناك في أجندة كثيرة جدا، في رأيك الأجندة المتوقعة في حوار زي ده؟ لا أعتقد أنه أول الأجندة بالنسبة لبريطانيا، بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي تحتاج أن تعمر علاقاتها مع كثير من الدول، خاصة دول زي السودان، دول مفصلية، والسودان محتاج لبريطانيا في موضوع العقوبات الاقتصادية بشكل رئيسي، فديل من العناوين الرئيسية للدولتين محتاجين يأسس فيها العلاقات. في قضايا أخرى تانية مهمة زي قضايا الهجرة غير الشرعية، قضايا المخدرات، وده قضايا بتهم المنطقة الأوروبية كلها وليس السودان وحده، وليس بريطانيا وحده، تهم إيطاليا على شكل أساسي، تهم فرنسا بشكل آخر، الدولتين محتاجة تعمل فيها. لكن المعضلة فيها أنه العلاقات البريطانية في وقت من الأوقات ارتبطت ارتباط وثيق بالعلاقات الأمريكية. طيب وجود أزمة الآن بين الخرطوم وبريطانيا أو السودان وبريطانيا، أكيد بعد الحوار الاستراتيجي ده يمكن أن يكون هناك انفراج لهذه الأزمة، هل تتوقع؟ ما في أزمات واضحة بين العلاقات السودانية البريطانية، لكن في فتور في العلاقات بشكل عام مع وجود الاتحاد الأوروبي والدور الأمريكي اللي كان مؤثر فيها. أنا قلت العلاقات السودانية تأثرت بالعلاقة بين الرئيس الأمريكي بوش، الرئيس الأمريكي السابق بوش، ورئيس توني بلير، كان العلاقات البريطانية أصبحت أقرب للعلاقات أصبحت أقرب للعلاقات الأمريكية، أصبحت أقرب في العلاقات مع أمريكا، وبالتالي السودان تأثر سلبا بهذا الأمر. أتوقع أنه يكون في انفراج نسبي في مراحل جديدة، لأنه بريطانيا محتاجة أن تشكل علاقات جديدة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي. طيب يعني وجود الحوار الاستراتيجي الأخير، هل يمكن أن يخفف من العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان، خصوصا في وجود العلاقة الأخيرة أو العلاقات الموجودة الآن بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي؟
اعتقد انه اتحاد العقوبات الامريكيه نفسها في طريقه الى النهايات، لانه الاسباب تعاقبت ما موجوده الان. الاتحاد الاوروبي يحتاج السودان في موضوع الهجره غير الشرعيه، ومحتاجه في موضوع المخدرات، اعتقد انه حيكون مؤثر بشكل كبير. طيب خلينا ننتقل الى خبر جديد ومن صحيفه الصيحه، نقرا العنوان التالي: زياده اسعار تذاكر الطيران الداخلي للمره الثانيه خلال شهر. وفي تفاصيل الخبر، أعلنت دائرة النقل بسلطة الطيران المدني أسعارا جديدة لتذاكر الطيران داخل المدن السودانية، وذلك بعد أقل من شهر على الزيادة السابقة التي تم تطبيقها فعليا. ووجه شركات الطيران بأن يسري القرار اعتبارا من الأحد المقبل. أستاذ إبراهيم، دي المرة الثانية تزيد أسعار تذاكر الطيران خلال شهر واحد، أعتقد خصوصا في موسم العيد وعدد كبير جدا من المواطنين بيعتمدوا على السفر الداخلي عبر الطيران، هل ممكن نشكل اكيد ضغط كبير على المواطن؟ ما فيها شك انها هي ضغط كبير جدا على المواطن، واسعار شركات الطيران تربط اسعارها غالبا بارتفاع اسعار الدولار، واسعار الدولار بلغت 17 جنيه في الاسبوع الفات لكنها انخفضت، لكن عندما تنخفض اسعار الدولار لا تنخفض اسعار التذاكر مره اخرى. فبذلك من رأيي إنها قد تستغل فرصة العيد ولكن تقلل من مساحة الحركة بالطيران بشكل عام. طيب لو عايزين نحن حلول للمشكلة دي، خصوصا لو تكلمنا عن مناطق دارفور اللي هي بتعتمد بشكل كبير جدا على الطيران الداخلي، كيف ممكن أن نوجد حل لهذه المشكلة لتخفف الأعباء على المواطن؟ أنا رأيي الحركة الضخمة الآن عن طريق الطرق القومية، لكن الحركة المكون مهمة للمرحلة القادمة إنه نسرع وجود حركة القطارات، لأن حركة القطارات هي التي تنقل البضائع والسلع، تنقل أكبر عدد من المواطنين. يمكن للحكومة أن تشكل بعض الإسناد في بعض الولايات، تقدم رسوم أقل في المطارات، تقدم حجوزات للطيران أكثر، تضمن نسبة معينة، لأنه في بعض الأحيان الطيران محتاج نسبة معينة حتى إنه يكون مجزي، فبعض الولايات بتكفل في بعض النسب من حجوزات الطيران، فبالتالي تضمن للطيران للطائرات وجود. لكن أنا رأيي من الأفضل إنه يكون في مزيد من الطائرات حتى تكون في منافسة، ولما يكون في منافسة أو شركات، أيوة نعم، تكون في مزيد من الشركات، تكون في منافسة، في المنافسة ممكن تكون في تفضيلات في الأسعار. طيب يعني لو مثلا احنا عايزين نعتمد او المفروض يكون في اعتماد كبير جدا على الطيران الداخلي، والأسعار الآن في خلال شهر واحد بتتغير، اكيد احنا عايزين نضبط الأسعار دي، يعني المفروض يكون في ضبط للأسعار. اذا فكرتك انه الدولة تتدخل، انا ما مع تدخل الدولة بشكل عام، انا مع منافسة السوق الحر. منافسة السوق الحر هي التي ممكن تخلق وفرة، ممكن تخلق خيارات للناس، لكن انا مع انه يتم اسناد لشركات الطيران بحيث انها هي تقدم خدمات اعلى. احنا شكرا لك كثير جدا استاذ ابراهيم صدق على وجودك معنا في هذه الفقره التحليليه، شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وننتقل بعده مباشره الى فقره محرر اليوم، كونوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ووصلنا بكم إلى فقرة محرر اليوم، حيث زار فيها فريق مانشيتات سودانية الصحفية هويدة حمزة بصحيفة الصيحة، وكانت قد نشرت أمس تحقيقا حول قطار الخرطوم وإهدار المال العام. دعونا نشاهد سويا هذا التقرير. أي قضية بتهم الناس بالشارع العام، قضية بتاعت خدمة، أسئلة بيحاولوا الناس من برا يحصلوا لها على إجابات وما قادرين يحصلوا عليها، الصحفي أو هي جديرة بالتناول من قبل الصحفيين. ليه؟ لأنهم هم أول حاجة جزء من الشعب أو الناس اللي بتسألوا برا ديل، والحاجة الثانية إنهم يعني عندهم القدرة إنهم يصلوا المسؤولين أو الجهات المعنية بالقضية دي عشان يحصلوا على الإجابات للأسئلة اللي بتدور في الشارع. فتحقيق القطر، وخاصة إنه البلد فيها أزمة بتاعت مواصلات استفحلت، ونحن كلنا مشينا بالمواصلات اللي تعبنا فيها، وكان في بشارة إنه حيحل أزمة المواصلات، والناس استبشروا به طبعا ومنتظرين إنه، فلما يتأخر التحقيق كان يعني إحنا لازم نجاوب على الأسئلة بتاعت التأخير،
تأخرت ليه. وقبل فترة طلع كلام إنه الوالي الجديد اللي هو الفريق ركن عبد الرحيم محمد حسين والحكومة الجديد وقف القطر الجديد اللي هو الجديد. هو طبعا بدأ في عهد الوالي السابق الدكتور عبد الرحمن الخضر. فلما سمعنا الخبر بتاع إيقاف القطار إحنا قلنا ليه؟ يعني أي مسؤول صحيح، هل صحيح إنه أي مسؤول بيمشي على أثر المسؤول السابق له لكن بالاستيكة؟ فنحن حبينا نجاوب على السؤال ده، فطرحنا الأسئلة على الجهات المعنية وطمنونا إنه القطر جاي وما فيه أي مشكلة، والمسألة متعلقة بميزانيات وترتيبات وطبعا قطاع النقل مكلف وكده. فاستبشرنا انه خلاص التاخير، يعني قالوا انتم تسالوا عن انه القطر اتاخر ليه، لكن ما في حاجه اسمها وقف، لانه حتى مدير القطر نفسه قال انا ما عارف انه القطر ده وقفوه. هو طبعا اول شخص المفروض يكون زي ما بيقولوا خباز العيش، يعني يكون يعني ادرى باهل مكه ادرى بشعابها. هي طبعا الشبهات دي او الكلام بتاع الفساد ده جاء 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 في الوسائط، يعني احنا ما بنثبتها ولا بننفيها، بنستقصى عنها من الجهات المعنية. يعني احنا ما بنقدر، انا ما بقدر اقول لك انه القطر ده مثلا كلف كم، ولا بقدر اقول لك انه في ناس اكلوا منه، ولا بقدر اقول لك انه فيه غير مطابق للمواصفات، ولا بقدر اقول لك انه في مشاكل بين الناس الداخلين في الصفقه دي او في شراكات من الباطن. الكلام ده انا كصحفي المفروض اكون مجرد جدا انه انا انقل الاتهامات دي للجهات المعنيه بالقطر، او الكلام اللي بيدور انا طبعا ما بقدر اغض الطرف عنه واقول دي مجرد اتهامات، قد تكون صحيحه وقد تكون ما صحيحه. فانا بمشي بستفسر منها، ودي مهمه اي صحفي بيشتغل بحياديه انه يمشي الجهات المعنيه كل بما يليه. يعني اي زول ورد اسمه في الشبهات الجات في الوسائط دي، عنده جاوي اتهام معين او متهم بحاجه معينه، انا امشي له واستقصى منه واساله واجيب الحقيقه مجرده، الا من ابى زي ما بقول، يعني مرات في جهات بتزوغ منك. تقرير يمكن جريء جدا اجرته الصحفيه هويده، وتساءلت فيه عن قطار الخرطوم واهدار المال العام. نتمنى ان نشاهد قطار الخرطوم في الخرطوم ليحل ازمه المواصلات الموجوده الى الان. اذا فاصل قصير مباشره، ننتقل بعده مشاهدينا الكرام الى فقره الصحف العالميه والاقليميه. أبرز ما جاء في الصحف العالمية والإقليمية، نبدأها من صحيفة لو فيغارو الفرنسية، ومنها نقرأ رئيس الحكومة الفرنسية يؤكد الحاجة إلى الاستقرار. قال رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس اليوم الأربعاء أن هناك ما يقارب 700 من الجهاديين الفرنسيين المقيمين في فرنسا أو يوجدون الآن في ميادين القتال في العراق وسوريا، وعودتهم ستشكل مهددا إضافيا للأمن القومي، لذلك يتعين علينا أن نستعد لذلك لأن المعركة ستكون طويلة. جاءت هذه التصريحات بناء على تقرير حول الجاسوسية اطلعت لو فيغارو على نسخة منه. ننتقل إلى باريماتش، ومنها نقرأ حقق حزب المؤتمر أدنى مستوى له منذ تأسيسه في الانتخابات التشريعية، وقد واصل حزب المؤتمر تدهوره الذي شهدته الانتخابات الأخيرة بصورة غير متوقعة على الرغم من هيمنته على القضاء السائد في جنوب أفريقيا منذ عقدين من الزمن. فالحزب الأسطوري المناهض للتفرقة العنصرية الذي أسمى نيلسون مانديلا سجل تراجعا تاريخيا في الانتخابات البلدية يوم الأربعاء الماضي، حيث حصل على أقل من 53.8 من الأصوات بخسارة 8 نقاط عن نتيجة 2011، وهو أدنى معدل يحققه الحزب في كل الانتخابات منذ وصوله للسلطة، وتلك هي المرة الأولى منذ انقضاء أو القضاء على نظام التفرقة العنصرية في العام 1994 واستعادة الديمقراطية، أن يحصل حزب نيلسون مانديلا على نسبة 58% في كل البلاد. الآن إلى منطقة الخليج العربي، وخبر اقتصادي مهم نشرته الجولف نيوز، يقول قفزت أسعار البترول لأكثر من 5% يوم الاثنين بعد أن أعلنت كل من سوريا والمملكة العربية السعودية عن خطط للعمل معا لأجل استقرار أسعار البترول. وقد قفزت أسعار برنت إلى 49.38 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 5%،
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا من قطر حسن أبو عرفات مدير تحرير لوسيلا الاقتصادية. مرحبا بك أستاذ حسن، ومباشرة ندخل في صلب الموضوع، هل تتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط؟ أستاذ حسن إذا كنت تسمعني، هنالك ارتفاع مضطرد في أسعار النفط ووصل إلى 5%، هل تتوقع استمرار هذا الارتفاع إذا كنت تسمعنا أستاذ حسن؟ طيب، إلى أن يعود الاتصال مع الأستاذ حسن أبو عرفات ننتقل إلى جون إفريك، ومنها نقرأ خبر حول تطور الأوضاع في الجابون. يقول أعلن الاتحاد الإفريقي يوم الثلاثاء بأن وفدا رفيع المستوى سيصل عاجلا إلى الجابون لبدء وساطة في الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد منذ إعلان فوز عمر بونغو في الانتخابات الرئاسية. وقال متحدث باسم مفوضية الاتحاد الأفريقي للصحيفة أن الوفد سيلتقي بكافة الأطراف في الأزمة، مشيرا إلى أن المشاورات جارية بين الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لوسط إفريقيا ومختلف الشخصيات في المسرح السياسي الجابوني من أجل الاتفاق على تكوين الوفد ومهمته. إلى الجارة إثيوبيا، ونطالع من صحيفتها إذا إثيوبيان هيرالد، اجتمع رئيس الوزراء ورئيس الإيجاد هايلي مريم ديسالين أمس الأول مع أعضاء مجلس الأمن الدولي في أديس لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول الوضع في جنوب السودان، وذلك بعد حصول مجلس الأمن الدولي على موافقة جنوب السودان على نشر قوة حماية أو نشر قوة حماية إقليمية يوم الأحد. وتحدث سفير إثيوبيا في جنوب السودان للصحفيين عقب نهاية الاجتماع حول الوضع في جنوب السودان بما في ذلك قوة الحماية الإقليمية، ونقل عن رئيس الوزراء ديسالين قوله إن مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي والإيجاد بجانب إثيوبيا سيتعاونون مع دولة جنوب السودان من أجل تحقيق السلام والاستقرار حتى يتمكن من تنظيم انتخابات عامة في العام 2018. إذن نعود مباشرة مرة أخرى إلى الأستاذ حسن أبو عرفات، ونرحب بك من قطر مباشرة إلى الموضوع. أستاذ حسن، هنالك كما ذكرت قبل قليل ارتفاع مضطرد في أسعار النفط وصل إلى 5%، هل تتوقع استمرار زيادة هذه الأسعار؟ هي طبعا العملية زيادة الأسعار بيعتمد على مناخ السوق وعلى وضع المنتجين من داخل وخارج أوبك، لأنه في فائض كبير في السوق، وحاليا نلاحظ أن المنتجين داخل وخارج قطر خارج الأوبك بيتحركوا بشكل متزايد. نعم. لبناء موقف مشترك، وفي اجتماع غير رسمي حاليا حيوقد في الجزائر على هامش منتدى الطاقة الدولي يوم 26 و 28، نتوقع أن يتم إحياء اتفاق جماعي على تثبيت الإنتاج بتاع الإنتاج الأوبك، خاصة من قبل المنتجين الكبار، يعني مثلا روسيا وعندك السعودية وإيران، هم دول اللاعبين الأساسيين. البلدان زي روسيا والسعودية بالذات بيشكل 22% من الإمدادات العالمية، وأيضا كان هناك اجتماع سعودي روسي وعقد خلال قمة بتاعت في آسيا، وهذا الاجتماع تم فيه مناقشة كيفية وآلية تثبيت الإنتاج أو خفض الإنتاج، وده بعض الناس فسروا إنه ده محور هيكون له تأثير قوي في السوق، لأن روسيا والسعودية منتجين كبار، روسيا بتنتج أكثر من 10 مليون برميل، أيضا السعودية أكثر من 10 مليون برميل، لكن الخلافات ذات تزال قائمة بينهما، حيث تريد روسيا تثبيت الإنتاج بينما السعودية لا تريد ذلك، لأن السعودية أساسا عندها فائض بتاع 1 مليون برميل يوميا فائض. نعم. طيب أستاذ حسن دعنا نتحدث بذلك. نعم أستاذ حسن، دعنا نتحدث الآن عن تأثير هذه أو هذا الارتفاع في أسعار النفط على الاقتصاد الخليجي. من المعروف أن هنالك عدد أو كثير من الرسوم فرضت في منطقة الخليج بعد انخفاض أسعار البترول، الآن بدأت في الارتفاع من جديد، هل تتوقع وجود اختلاف اقتصادي في منطقة الخليج بعد ارتفاع الأسعار؟
هو طبعا دول الخليج معتمد اعتماد كل على النفط، يعني مثلا بيشكل ايراداته بين 70 الى 90% من الصادرات بتاع دول الخليج معتمده على النفط، بعض الدول خاصه السعوديه، لكن دوله زي قطر معتمده على الغاز، معتمده على البتروكيماويات، وهو تاثيره كبير جدا على النفط. لذلك دول الخليج في الفتره الاخيره اتجهت الى سياسات تقشفيه ووضعت تدابير اقتصاديه لتنفيذ حزمه من الاصلاحات الاقتصاديه، ومن بينها يدرسوا حاليا اضافه ما يسمى بضريبه القيمه المضافه على عدد من السلع وعدد من الخدمات، مع استثناء بعض السلع الاساسيه والقطاعات الانتاجيه والخدميه الاساسيه. وايضا بدات تلجا دول الخليج الفتره الاخيره الى الاستدانه من استاذ حسن. استاذ حسن، نحن عايزين نعرف الان هل ارتفاع اسعار النفط مره اخرى سيشكل فارق، او حيكون هناك اختلاف في الاقتصاد في دول الخليج، خصوصا الدول التي تعتمد على النفط؟ هو كل ما ارتفع الانتاج النفطي بيخلي العجوزات بتاع دول الخليج كلها عندها عجوزات ماليه، فالتحسن اللي بيحصل في الانتاج بتاع النفط في الاسعار طبعا ده شيء جيد. يعني دول الخليج تريد ان الاسعار لا تقل عن 60 دولار للبرميل عشان تبني على ضوها سياساتها الاقتصاديه وسياساتها الماليه، فاي تحسن كل الجهود المتحركه واللوبيات الشغاله كلها هدفها يعملوا يعني ضبط الانتاج وتقليص الانتاج او تثبيت الانتاج حتى يرتفع السعر، لانه الفائض كبير. نعم. فعمليه التحسن اللي بيحصل في الانتاج في دول الخليج بلا شك حيؤثر تاثير كبير جدا في تحسين الموازنات. نعم استاذ حسن. دول الخليج. نعم استاذ حسن ابو عرفات، نحن شاكرين لك كثير جدا. نعم شكرا جزيلا لك استاذ حسن ابو عرفات، مدير تحرير صحيفه لوسيل الاقتصاديه بقطر، شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام، مباشره ننتقل بكم الان بعد هذا الفاصل الى ابرز ما تداولته الوسائط الاجتماعيه، في عدد من الوسائط الاجتماعيه منها فيسبوك وتويتر، وكما تعلمون عشاق الوسائط الاجتماعيه سيتابعون الان، خليكم معنا. نبدأ معكم هذه الجولة من CNN العربية، والتي نشرت على تويتر صورة رائعة لكوبري توتي مع خبر مفاده أن السودان يمنح الأمان للاجئين السوريين ما دام النيل يجري. قامت بعض الصفحات السودانية على تويتر بنشر صورة سودانية ابتهاج محمد الأمريكية والسودانية الأصل والحائزة على الجائزة البرونزية في سلاح الشيش ضمن أولمبياد ريو. قام الإعلامي بقناة الجزيرة جلال شهدة على صفحته بالفيسبوك بالتبرم من المعاملة التي وجدها في مطار الخرطوم وهو مغادر للبلاد يوم أمس متجها للدوحة، ولكنه رغم ذلك امتدح السودانيين ووصفهم بالكرم والطيبة وحسن الأخلاق. وعقب افتتاحهم غرف حديثي الولادة في عطبرة، انتشر هاشتاغ في الفيسبوك لدعم شباب شارع الحوادث بعنوان التزام شارع الحوادث، وتحت هذا الهاشتاج يقوم الشخص بالالتزام إما بدفع مبلغ معين لشباب شارع الحوادث أو مساعدتهم عبر وظيفته وتقديم يد العون متى ما احتاجوا إليه. تشكل بادي وينكل ظاهرة غرائبية في الانستغرام. مصدر الغرائبية هو أن بادي التي تخطت 80 بأعوام ما زالت تعيش بروح مراهقة شقية، وتكتب على صفحتها في الانستغرام: بادي تسرق رجلك منذ العام 1928. ولدى بادي ما يفوق المليوني متابع ومتابعة، أسألتهم تلك الروح الشقية التي أخفت التجاعيد بداخلها، وهم بمثابة شهادة حية على مقولة الكاتب تشيكي ميلان الذي قال: إننا في معظم الوقت أشخاص بلا أعمار. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعده لنواصل معكم وسائط التواصل الاجتماعي.
من جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام، ومواصلة معكم في منشطات سودانية، ونواصل فقرة الوسائط الاجتماعية وأبرز ما جاء فيها، ونختم هذه الفقرة بالفيديو الذي تداولته بعض الصفحات على فيسبوك، وهو فيديو لسودانية تقوم بترجمة أغنية عن المرأة السودانية العاملة للصم والبكم. وقد أعجب مشاركي الفيديو بهذه المبادرة الجميلة لإشراك الصم والبكم في القضايا المجتمعية، واعتبارهم جزءا مهما من المجتمع ومعاونتهم على تجاوز الإعاقة. دعونا نشاهد هذا الفيديو الجميل سويا. لكل قصة روايتين أو أكثر، وقصتها أجمل مما نتوقع. المرأة السودانية. خطوات هي بتعدي ونظرات فيهم تحدي وكلمات. أنا حافظة عندي شعر غوية ماشي وقف ماشي بقى.
في كل مؤسسة داخل الوطن وخارجه. تحية لكل سودانية. أنا عباس. أكيد الفيديو رائع وجميل جدا والأغنية أجمل. أنا واحد غايته من المعجبين جدا بالأغنية دي ومؤمن جدا بأن المرأة السودانية ممكن أن تقدم أكثر لأنها صاحبة مبادرة وصاحبة ثقة بالنفس كبيرة جدا. أنا متأكد أنه زميلاتنا الآن في الكنترول كلهم مبسوطين جدا بكلامنا. إذن مشاهدين الكرام بختام هذا الفيديو نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا اليوم من منشطات سودانية، وأكيد كما عودناكم سنترككم مع أصحاب الريشة الساخرة والرسومات الكاركترية لهذا اليوم، وأكيد اخترنا لكم عدد من الرسومات من الصحف المحلية والعالمية. إذن لقاءنا معكم يتجدد غدا بإذن الله تعالى، وجوه جديدة وضيوف جدد وبإذن الله تعالى أخبار جديدة في الصحافة المحلية والعالمية. إلى الفقرة الكاركترية، إلى اللقاء.